بغداد المحلل السياسي السيد باسل الكاظمي، أهلا وسهلا بك. بداية، يعني الكثير حقيقة تفاءل بجلستي البرلمان التي أدت إلى طبعا ظهور رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي ونائبيه كذلك، ويعني اعتبر البعض بأننا نحن يعني لسنا متوجهين إلى المجهول كما يعتقد البعض. اليوم الأوراق واضحة والمستقبل واضح بالنسبة للعراق، كيف رأيتم هذه الجلستين؟ بالبدء سيدي أحييكم وأحيي قناتكم الموقرة وأحيي السادة المشاهدين. أهلا بك سيد العزيز. اليوم نتحدث، اليوم بإمكاننا أن نقول، وأنا أنا أحد الأشخاص الذي كتبت بأن اليوم العراق مقبل على مصير مجهول، ومقبل العراق كذلك على مصير بنقطة انطلاقة جديدة، كلاهما يجتمعان بآن واحد بإمكان على الطبقة السياسية أن تأخذ العراق إلى مصير مجهول إذا بقينا نتعامل بالصراعات، بقينا نتعامل بأن اليوم هنالك خصومات شخصية، هنالك تسقيطات، هنالك تهديدات وإلى آخره. أما إذا لاحظنا بأن من جانب الآخر نتحدث بأن اليوم العراق مقبل أو اليوم العراق بدأ بنقطة انطلاقة جديدة، إذا تضافت الجهود، إذا وقفنا يد واحدة، إذا كل هذه المسميات، إذا كان اليوم رئيس البرلمان ضعيف أم قوي، أو النواب الذي مع رئيس البرلمان، هذا لا يمكن، بأن اليوم قد انتهت المسألة وأصبح محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وهنالك نائبين وإلى آخره. فاليوم هذه المسألة لا يمكن أن تعود عقارب الساعة من جديد. علينا ماذا؟ يتحكم علينا الوطنية، ويتحكم علينا المبادئ، وتتحكم علينا كل هذه الصفات بأنه أن نقف مع العراق، ليس نقف بأنه مع رئيس البرلمان أو مع ذاك، نقف أن اليوم نحن عندما ندعم رئيس البرلمان أو ندعم رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء، هذا الدعم يكون إلى العراق. فاليوم بإمكاننا أن نبدأ بنقطة انطلاقة جديدة بأن يكون العراق أحد الدول المتحضرة، الدول التي تكون على رأس الهرم، وبإمكاننا أن نبدأ بنقطة أن يكون العراق على مصير مجهول، ويكون العراق في نفق مظلم. هذا من يحدده؟ هذا يحدده الطبقة السياسية. نحن الآن أنا أرى، وجميع المؤشرات ما لاحظته اليوم، هنالك يوجد بأنه مؤشرات ومعطيات بأنه بدأنا بنقطة انطلاقة جديدة، بأن تتضافر الجهود، أن نعيد بناء العراق، أن بأنه نتعامل باسم الوطنية، لا نتعامل باسم شخصيات. علينا أن نترك بأنه اليوم الحكم إلى العوائل، يجب أن يكون الحكم إلى الناس الخلاص، وضع الشخص المناسب المكان المناسب وإلى آخره. فاليوم من يحدد مصير العراق، وأنا قلتها بأن هي الطبقة السياسية، وكذلك مع الطبقة السياسية يوجد ما يقارب من 6 إلى 7 زعماء يدعون بأنفسهم بأنهم زعماء، من يحركون الذين معهم من البرلمانيين وإلى آخره. عليهم أن يتضافروا، يكونوا يد واحدة، ويتركوا كل الصراعات. من يريد أن يثبت وطنيته إلى العراق لا إشكال، إن لم يكن في الحكومة التنفيذية فهنالك بأنه الحكومة التشريعية، هنالك برلمان بإمكانه أن يكون جهة رقابية، بإمكانه أن يصحح المسير. اليوم نلاحظ حتى عندما نقل إلى السيد رئيس البرلمان، هنالك طلب من النواب من البصرة بأن يحضر إلى البصرة. أنا كنت أتوقع وقلتها، وحتى في الكثير من الفضائيات، اليوم السيد رئيس البرلمان إذا يريد أن يثبت حسن النوايا، سوف يكون إثبات حسن النوايا كيف؟ عندما يوافق بأنه يضع يده عن المسائل المعقدة، أن يكون هنالك حلول، أن مسألة البصرة، أن ما هي الأسباب التي أوصلت هذه المحافظة لهذه المسألة، لماذا لم يفعل مسألة اليوم قانون البترودولار والكثير من المسائل. فاليوم نحن من نحدد مصير العراق. أما من يقول ومن يحدد مصير العراق بأن جوانب خارجية أو تدخلات خارجية، صدقني لا.
هل هذا يعني بأننا تخلصنا اليوم من التدخلات الخارجية بفوز السيد محمد الحلبوسي؟ كذلك رئاسة الوزراء اليوم على ما يبدو خرجت من يد الدكتور حيدر العبادي، وهنالك الآن رئاسات مرشحة أخرى، أسماء لا قد لا نعلمها حقيقة، مستقلين يعني خارجين من التدخلات الخارجية. هل هذا يعني فعلا تخلصنا؟ لأن العراق دائما ما كان يعني متأثرا كثيرا بدول الجوار وتدخلات الأمريكية والتركية وغيرها. جملة وتفصيلا، العراق لم ينزع، وأنا هذه كلمة محسوبة عني، العراق لم ينزع جبة التدخلات الخارجية، ولن ينزع جبة بأنه أن يسمح عدم السماح لهذه الدولة ولتلك الدولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية. هذا تحصيل حاصل، ولا يمكن بأنه أن يكون هنالك عدم التدخلات. عندما نقول بأن لا يوجد هنالك تدخلات أو عدم السماح بأنه اليوم يأتي السيد الحلبوسي أو غيره وغيره وتبديل رئاسة الوزراء، بأن هذا يعتبر بأنه عدم التدخل، لا، اليوم التدخلات من هم في مطبخ العملية السياسية، في مطبخ القرار. اليوم بإمكاننا إذا نريد أن نثبت حسن النوايا بعدم التدخلات الخارجية مسألة واحدة وهي بسيطة، بالإجماع الكتل السياسية أو بالإجماع اليوم النواب في داخل قبة البرلمان يكون هنالك قرار بالإجماع بأن أي تدخل من أي دولة تتدخل في شؤون الداخلية العراقية سوف يكون الرد بالمثل، فلا يمكن أن يكون هنالك أي تدخلات ونرفض جملة وتفصيلا. صدقني لا يمتلكون هذه الشجاعة. لكن وزارة وزارة الخارجية سيد باسل، وزارة الخارجية العراقية أكثر من مرة تكلمت عندما كانت هنالك تصريحات من إيران أو تصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى القصف الإيراني على إقليم كردستان، يعني كانت قد تحدثت حقيقة وانتقدت كل التدخلات الجارية، ألا يكفي ذلك؟ سيد العزيز، هذا الكلام من أين أتيته؟ سيد أي وزارة خارجية بأنه تنتقد؟ ماذا تتحدث؟ سيد العزيز، أنا أريد أن أذكر مسألة ليس ببعيد، ما هي إلا أيام مضت عندما اليوم العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد رئيس الوزراء قال نحن بأنه نتعاطف مع العقوبات وإلى آخره. نرى وزارة الخارجية ظهرت بتصريح يخالف تصريح السيد رئيس الوزراء. أنا أقول وزارة الخارجية العراقية ومن هذا المنبر أقولها ليس بالمستوى المطلوب بأنه حول الأزمات وحول ما يحدث في العراق وحول التدخلات الخارجية. وزارة الخارجية العراقية اليوم لم تتعامل بما نص عليه القانون والدستور وبما بأنه مصالح تخدم المصالح البلدان المشتركة. كذلك وزارة الخارجية لحد هذه اللحظة تتعامل بما من هو الوزير، كيف تكون سياسة الوزير، هو تكون هذه تكون التصريحات من الوزير، أما بأن كيف تكون سياسة هذه الدولة أو استراتيجيتها أو عدم تدخل من هنا وهناك، لا، صدقني جملة وتفصيلا. فأنا أختلف معاكم جملة وتفصيلا حول الرد من وزارة الخارجية حول مسألة التدخلات. لحد هذه اللحظة لم نلاحظ من وزارة الخارجية بأن يكون هنالك رد على أي دولة، إلا إذا كانت وزارة الخارجية أو وزير الخارجية لديه تقاطعات مع تلك الدولة. طيب، هنالك فتور نسبي اليوم بعلاقة بغداد مع طهران، وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والدليل على ذلك بأن رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي دعا رئيس مجلس النواب الإيراني أو البرلمان الإيراني من أجل إعادة طبيعة هذه العلاقات. يعني ألا تعتقد بأن اليوم يعني الوضع يعني كان متدهورا قليلا مع إيران والعراق يحاول بناء علاقة جديدة، ألا تعتقد بأن ذلك يعني كافيا لتبرير بأن العراق وإيران يعني يقفون على خط صعب ما بين التدخلات وما بين العلاقة الجيدة والعلاقة السيئة؟
لا، اليوم أنا ألاحظ بأن السيد محمد عندما بأنه وجه هذه الدعوة، هذه الدعوة ليس بمعناه بأن اليوم العراق بأنه يمشي أو يكون نفس السياسة التي تتعامل بها إيران. أنا أستبعد هذه المسألة، وكذلك السيد رئيس البرلمان بأنه أنا أعرفه وعلى يقين بأنه لا يأخذ البلاد بأن تبدأ تصريحات من الولايات المتحدة من جديد بأن حول مسألة العقوبات وحول مسألة بأن هنالك يوجد تعاطف من العراق مع الجانب الإيراني. أنا أحترم الجانب الإيراني، وكذلك لا إشكال بأن تعود العلاقات وإلى آخره، ولكن أن تكون ضمن السياقات القانونية وضمن الدستور، ومن أهم العوامل ومن أهم النقاط بأنه لا يكون العراق حلبا للصراعات. فأنا أتوقع اليوم السيد محمد عندما إذا طرحت من الجانب الإيراني بأن يكون العراق لا يأخذ بعين الاعتبار العقوبات التي فرضت من أمريكا أو التهديدات التي فرضت من ترامب بأن أي دولة تقدم أي مسألة أو لم تنفذ هذه العقوبات سوف يكون هنالك عقوبات على تلك الدولة. أنا لا أرى بأن السيد محمد بمعناه سوف لا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التهديدات، وبأنه يتعاطف أو تكون انسجام 100% مع الجانب الإيراني. أتوقع بأنه يحاول أن يبعد النار عن العراق ويبعد الصراعات الدولية في داخل العراق، لا نجعل العراق عبارة عن حلبة الصراعات. فالسيد العبادي كذلك أنا أقول التوتر العلاقات الذي حدثت في السابق بين العراق وبين طهران، هذا لا يعني بأنه مثلا اليوم هذه توتر العلاقات حول مسائل بأن العراق قد بادر بها، لا، اليوم هنالك أصدرت عقوبات. العراق ماذا قال؟ العراق قال بأنه نحن لا نريد أن يكون العراق عبارة عن حلبة الصراعات، نحن نلتزم ببعض المسائل، ولكن البعض أو الإعلام حاول تشويه الصورة، وكذلك التصعيدات حتى من إخواننا من الجانب الإيراني حاول بأنه نكون هناك تصعيدات وعدم الوضوح، عدم وضوح ما هو خطاب السيد العبادي، وكل حاول أن يفسر خطاب السيد العبادي بما يراه مناسب. فاليوم مسألة السيد محمد الحلبوس عندما دعا الجانب الإيراني أو قدم إليه دعوة ليس بمعناها بأنه اليوم بأنه نستهين بالعقوبات، وبمعناه بأنه اليوم نقبل بأن نكون في حلبة الصراعات، أو بمعناه بأن اليوم العراق يقبل بأن يكون في الجانب، لأن هنالك طرفان، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. العراق لا أتوقع بمعناه سوف يكون 100% مع الطرف الأمريكي و 100% مع الطرف الإيراني. العراق سوف يأخذ الدور المحايد بعيدا عن هذه الصراعات وإلى آخره، لكون اليوم العملية السياسية والوضع العراق والأمني والاقتصادي وكل المسائل والجوانب في العراق لا تتحمل بأن نكون طرف مع هذا أو ذاك. طيب، تحديد البصرة كموقع أو مكان للجلسة القادمة للبرلمان العراقي، يعني كيف هذه ستحل مشكلة البصرة؟ هنالك من رأى بأن الموضوع فيه خطر أمني على النواب وعلى رئيس مجلس النواب والنواب الجدد، يعني الموضوع أمنيا خطر وقد لا يؤدي. أنتم كما تعلمون هنالك الكثير للقيام به في البصرة، وهنالك على الوزارات وكثير من الوزراء التدخل من أجل إنقاذ هذه المدينة. كيف لها، يعني ما هو الفرق في انعقادها في البصرة وانعقادها في أي محافظة أخرى؟ لا، اليوم مسألة الانعقاد الجلسة في البصرة أو رئيس البرلمان ونوابه ومن يرغب بأن يكون معهم في الجلسة، هذا ليس بأنه حاولوا أن يكون هنالك جلسة حتى بأنه يضعوا حلول، لا، بإمكان أن تكون الجلسة في بغداد، ولكن اليوم حاولوا أن ينقلوا صورة أو ينقلوا رسالة إلى الشعب البصري أو إلى العراق قاطبة بأن اليوم أول نقطة أو أول مبادرة بأن نضع حلول حول ما يجري في البصرة، لكون اليوم سيد العزيز ما يجري في البصرة ليس فقط على المياه أو على الكهرباء أو على البطالة أو إلى آخره، لا، ما يجري في البصرة هنالك مافيات، هنالك عصابات، هنالك مخدرات، هنالك بيع للنفط، هنالك تهريب صهاريج من النفط التابعة للأحزاب،
هنالك كذلك تدخلات خارجية، هنالك كل دولة تحاول أن تضع قدم في محافظة البصرة. فاليوم مسألة اليوم بالذات ما يحدث في البصرة هذه مسألة نوعا ما معقدة، فيجب أن يكون لديها التعامل بالهدوء والحكمة، وبأنه أن ننفذ ما نقول، ليس مجرد لقلقة اللسان. بإمكان كل شخص أن يكتب كثيرا من الجرائد، ولكن علينا بالتنفيذ. هذا من جانب. من جانب الآخر، اليوم مسألة البصرة، عندما يكون هنالك جلسة، يكون هنالك جلسة في محافظة البصرة، ويكون هنالك بأنه نضع حلول إلى البصرة، على بأنه السيد رئيس البرلمان وعلى النواب وعلى جميع الكتل بأن يصدروا قرارات حازمة، قرارات شجاعة. ولكن أنا أتوقع بأن بعض الكتل وبعض الأحزاب سوف ترفض الكثير من القرارات، من ضمنها قرار بأنه مسألة القضاء على المجموعات المسلحة. من هو الذي سوف يقبل؟ هل الذي يمتلكون السلاح؟ اليوم السلاح في الشارع، اليوم في البصرة هنالك سلاح. هذا من جانب. من جانب الآخر، اليوم مسألة الصراعات العشائرية، هذه هم من ضمن العوامل. نرى بأن عندما تكون هناك صراعات عشائرية أو قتال بين العشائر، بأنه نرى بأنه بالسلاح الخفيف والمتوسط يفرزونه. هذا كذلك هم يجب عليهم أن يضربوا بيد من حديد، أن يكون القانون فوق جميع المسميات، فوق الجميع. الكثير أنا ألاحظ سوف يعارضون. ولكن نعدنا على النقطة الأولى، بأن اليوم مسألة انعقاد الجلسة في البصرة هو لأجل نقل رسالة إثبات حسن النوايا، وعلينا اليوم بأنه أن نبدأ بأنه نصلح أو نرتب الكثير من الأوراق. ولكن ترتيب الأوراق ليس بمعنى إصلاحات ترقيعية، الإصلاحات الترقيعية سوف تقلب الطاولة على العملية السياسية. طيب، هنالك انقلابات كثيرة في أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، واليوم يعني ظهر اسم السيد عادل عبد المهدي وعاد من جديد إلى الساحة كمرشح لرئاسة الوزراء. ما هو السبب في هذه الانقلابات الكبيرة، وما هو سبب عودة اسم السيد عادل عبد المهدي كمرشح لرئاسة الوزراء؟ سيد العزيز، تأخذ هذه الكلمة مني وأنا محسوبة عني. اليوم الطبقة السياسية وجميع الأطراف يحاولون بأنه يظهروا اسم أو شخصية يكون لديه مقبولية من الشارع العراقي، وفي الخصوص ألا ننسى بأن اليوم موقف المرجعية الدينية الرشيدة ليس فقط تعطي رأيها فقط في يوم الجمعة، لا، اليوم المرجعية الرشيدة تراقب كل ما يحدث وكل اسم يطرح في رئاسة الوزراء، فترفض الكثير من الشخصيات. ونحن اللي يجب علينا ألا نغشم أنفسنا بأن المرجعية عندما قالت قد بحت أصواتنا عدم الحضور أو عدم تسليم رئاسة الوزراء أو زمام الحكومة إلى شخصيات مجربة، المجرب لا يجرب، علينا أن نأتي بشخصية يكون الجميع يتفق عليها بأنه يمتلك المعايير النزاهة الوطنية الاعتدال وكل هذه المسميات. فاليوم هذه الشخصيات التي تطرح، ومن الممكن محتمل في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة سوف تطرح شخصيات أخرى، لكي عسى ولعل بأنه اليوم بأنه نجد هنالك مقبولية من الشارع العراقي اتجاه هذه الشخصية. لحد هذه اللحظة لا يوجد أي شخصية من الذين طرحت أسماءهم لديه مقبولية في الشارع العراقي، أو لديه مقبولية بأنه أو نعتبره بأنه هو الشخص المناسب لهذه المرحلة أو شخص المرحلة. حتى السيد عادل عبد المهدي اليوم الشارع العراقي يعتبره من الوجوه السابقة، من المجربين، جربناه بكثير من الوزارات. فالمجرب في السابق لا يمكن أن يستلم اليوم زمام أو حقيبة رئاسة الوزراء، وهذا ما تحدثت به المرجعية الرشيدة على لسان ممثلهم في كربلاء، نقطة راس سطر وبين قوسين، المجرب لا يجرب. فالسيد عادل عبد المهدي هو مجرب، والأسماء الأخرى التي طرحت هي مجربة، فهذه الأسماء الشارع يرفضها ويعتبرها من الوجوه الكالحة. طيب، لكن ألا تعتقد بأن هذه الوجوه أيضا هي يعني لديها خبرة سياسية، لديها خبرة دبلوماسية، لديها إمكانيات قد لا تمتلكها الوجوه الجديدة التي ممكن أن ترشح لهذا المنصب؟ لا سيد العزيز، لا من الممكن. اليوم العراق، هل
نقول رحم العراق قد وقف من التولد، لا، اليوم بطن العراقية البطن الولادة وقد تولد، بأنه الكثير من الشخصيات الذي يمتلكون المهنية والنزاهة وكل هذه المسميات، وأنا أقولها من خلال منبركم الكريم اليوم ليس فقط، وأنا هذه كلمة إلى التاريخ، اليوم ليس فقط حزب الدعوة من يظهر بشخصيات يجب أن يكونوا على رئاسة الوزراء، وليس فقط السيد عادل عبد المهدي يجب أن يكون على رئاسة الوزراء، اليوم هذه الشخصيات ليس أتت من السماء منزلة، يجب أن يكونوا هذه الشخصيات ولديهم المهارة والمهنية، لا، بإمكاني وصدقني وأنا أقولها، يوجد لدينا في العراق شخصيات يمتلكون المعايير المهنية والنزاهة وكل الصفات أفضل من السيد عادل عبد المهدي وأفضل من أي شخصية في داخل حزب الدعوة أو في داخل أي كتلة من الكتل السياسية. فاليوم هذه الشخصيات صدقني وأنا أقولها ومن خلال منبركم، هذه الشخصيات اليوم متمسكة برئاسة الوزراء لمسألة واحدة ولمبدأ واحد، اليوم هذه الشخصيات إذا رحلت منهم رئاسة الوزراء صدقني حتى في عالم المنام لم تأتيهم بأنه يأخذوها مرة أخرى، لأنهم على يقين ومتيقنين بأن اليوم هذه الشخصيات مرفوضة جملة وتفصيلا، هذه الشخصيات قد تلطخت أيديهم بمسألة سبايكر، مسألة الموصل، مسألة الأنبار، ديالة، المهجرين، مسألة بيع المناصب، مسألة اليوم بأن الخزينة مهددة بالإفلاس، مسألة بأن اليوم أعطينا قوافل من الشهداء والجرحى، مسألة الطائفية، العنصرية، القتل على الهوية، مسألة هذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي، فهذه الطبقة السياسية اليوم الذي متمسكة تحاول بشتى الوسائل وبإمكانها أن تبيع العراق أو تحرق العراق من أجل أن تأخذ على عاتقها رئاسة الوزراء، لكونها هي على يقين بأن اليوم الشارع يرفض هذه الشخصيات ولديهم ملفات التي ذكرتها ملطخة أيديهم بها. طيب، لكن صحيفة الاندبندنت البريطانية اختلفت معك تماما، يعني اعتبرت بأن أي شخص كان من جاء إلى رئاسة الوزراء فإنه لن يستطيع حقيقة من تقديم أي شيء أو تغيير أي شيء بسبب أن هنالك مشكلة في المنظومة، وحتى المواطن العراقي تفائل عندما يعني سمع في المعارضة وتكوين معارضة، لكن لحد الآن لم نرى أي جبهة تبلورت من أجل تشكيل هذه المعارضة التي سمعنا عنها كثيرا. يعني ألا تعتقد بأن هذه مؤشرات واقعية حقيقية موجودة اليوم على الأرض؟ لا، لكون سيد العزيز أنا أعيد وأكرر لمدة طويلة بأنه زمام أمور إن عدنا إلى الحكومة التنفيذية كانت الحكومة التنفيذية في وادي والجانب التشريعي في وادي آخر، فرأينا بأن الحكومة التنفيذية بدون تأخذ أوامرها من البرلمان أو أي مسألة بأنه استجوابات أو عدم استجوابات ولم تنفذها لا من قريب ولا من بعيد، فمسألة بأن اليوم الطبقة السياسية لم تأخذ دورها الحقيقي أو بأنها لا يوجد لديها بأن كانت هنالك تتعرض إلى ضغوطات وإلى آخره، هذا أنا استبعدها لمدة طويلة. نحن المدة طويلة بأنه السيد المالكي دورتان، هو ماذا، هو رئيس للوزراء، وبعدها قد حضر من هو السيد العبادي دورة إلى رئيس الوزراء لمدة 12 سنة بأنه حزب الدعوة كان يمتلك رئاسة الوزراء، ماذا حقق، ومن يقول بأن كان يتعرض إلى ضغوطات من داخل البرلمان أو من المعارضة البرلمانية، أنا أقول هذا غير صحيح. نحن في العراق لا نمتلك ثقافة المعارضة، لا نمتلك ثقافة بأنه أن نكون في داخل المعارضة وفي داخل قبة البرلمان ونراقب الحكومة التنفيذية على كل صغيرة وكبيرة، لا، كان لدينا ثقافة هي واحدة، ثقافة بأن اليوم أنا أريد أن كتلتي تريد أن تعارض هذه المسألة، يأتي بي رئيس الوزراء في منصب أو يعطيني هيئة أو يعطيني وزارة أو وكالة وأنا أعطي إعاز إلى الكتلة بأن لا تتحدث ولا تعارض وإلى آخره، ولاحظنا كثيرا من الاستجوابات قد حدثت تحت قبة البرلمان، ولكن الاستجوابات هل
بالواقع بأنه قد حققت؟ لا، مجرد حبر على ورق، ولكن بالواقع رأينا بعض الوزراء منذ تشكيل الحكومة وانتهت الحكومة وهنالك ورقة استجواب، ولكن عدنا إلى الواقع لم تتحقق. سيد العزيز، هنالك عشنا لمدة 15 سنة منذ 9/4 إلى يومنا هذا، نحن عشنا في العراق في مسألة أكذوبة كبيرة، نحن عشنا في أكذوبة كبيرة، في مؤامرة كبيرة، في مسألة هنالك يحاولون تزييف الحقائق وإلى آخره. من أين؟ من الطبقة السياسية. فاليوم لماذا اليوم انقلبت الطاولة؟ لماذا اليوم الطبقة السياسية أي مسألة تريد أن تتقدم إليها أو بأنه أي مبادرة نراهم بأنه يكونوا دقيقين؟ يعني لماذا يكونوا دقيقين؟ لأنهم يلاحظون بأن الشارع العراقي اليوم قد وعى، اليوم الشمس لا يحجبها الغربال، تبين إلى الجميع ماذا كانت تعمل الطبقة السياسية، من هم الذين كانوا عبارة عن مضمد ويكون وزير، الآخر عبارة عن مثلا مهندس يكون وزير للدفاع، والآخر بأنه مجرد يمتلك شهادة إعدادية أو شهادة ماجستير ويكون وزير للداخلية وإلى آخر كل هذه المسميات. فاليوم الشعب العراقي قد وعى وعرف ماذا يجري في العراق وأين ترحل أموال العراق وأين كل هذه المسميات في العراق. فاليوم المواطن العراقي قد أعطى تحذير أخير أو رسالة أخيرة إلى الطبقة السياسية، وأخص بالذكر الطبقة السياسية من الإسلاميين، بأن بعد اليوم الشعب العراقي لا يرحم الطبقة السياسية، لكون الطبقة السياسية بأجمعهم هم بأنه اليوم هنالك أصابع الاتهام اتجاههم، كل ما حدث في العراق بسبب الطبقة السياسية. فاليوم نرى أو نأمل أو نوعا ما لدينا بأنه اليوم نأمل بأنه في المرحلة القادمة بأن سوف تكون هنالك وجوه جديدة، تغيير من مسألة الشخصيات، نترك عدم الأنا، نترك بأنه تعظيم الشخصيات، بأنه هذه الشخصية كان يستعطي من خارج العراق، والله كان يستعطي من خارج العراق، واليوم نجعله الزعيم أو نقول الزعيم فلان والزعيم الآخر كذلك. لا، اليوم الشعب العراقي بدأ ينظر بأن الجميع يأتوا إلى العراق لخدمة المواطن، خلاف هذا لا يمكن. هذا من جانب. من جانب الآخر سيد العزيز، اليوم كذلك حتى الطبقة السياسية هي على يقين وهي متيقنة، وهي تعرف بأن الشعب العراقي بدأ لا يحترم هذه الطبقة السياسية، لكون هذه الطبقة السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب والذي يطمح إليه الشعب العراقي، والذي عانى الأمرين، ولكن رأينا ما رأينا في العراق ما حدث لمدة 15 سنة. طيب، لكن سيد باسل، الألف ميل تبدأ بخطوة، ويعني اليوم البعض رأى بأن البدء بالمعارضة، يعني هنالك فرصة للبدء بمعارضة، وإن كنا عديمي الخبرة مثل ما تفضلتم، لكن يعني هذه هي فرصة جيدة للبدء ولا بد من البدء بها. ألا تعتقد بأن هذه فرصة ثمينة اليوم تختلف عن أي فترة ماضية؟ هنالك إرادة، هنالك رغبة على الرغم من الظروف الصعبة. ألا تعتقد ممارسة هذا الموضوع اليوم يعني شيء إيجابي وإن لم ينجح؟ أحسنت. أنا ذكرتها قبل قليل وفي بداية الحوار كذلك ذكرتها، قلت بأنه اليوم نحن بإمكاننا أن نبدأ بنقطة انطلاقة جديدة، وكما تفضلت اليوم صعود السلم لا يمكن بأنه من الواحد رأسا نقفز إلى 100، أو اليوم ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كذلك. فاليوم رأينا بأن هنالك نقل رسالة واضحة أو رسالة اطمئنان من داخل البرلمان، ولكن نريد هذه رسالة الاطمئنان أن تستمر. عندما اليوم انتهينا من الشوط الأول في الجانب التشريعي، بأنه اليوم رأينا بأن رئيس البرلمان وهنالك نوابه، علينا ماذا نبدأ؟ نبدأ بالرئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الوزراء بأن نفس المسألة أو نفس الرسالة التي نقلناها على الجميع، وقلتها قبل قليل، على الجميع اليوم أمامهم فرصة تاريخية، هذه الفرصة الوحيدة. على الطبقة السياسية نحن نرى اليوم كذلك بأنه في داخل البرلمان نسبة عليا من الوجوه الجديدة، من الشباب، من الذين يمتلكون الطموح، يمتلكون الوطنية، يمتلكون اليوم الغيرة والحمية على أبناء العراق. فاليوم على الجميع أن تتضافر، نقف يد واحدة لكي تبقى تستمر العجلة، ولا نضع هنالك مطبات حتى تتوقف العجلة.
فهذه الفرصة التي قلتها فرصة تاريخية أمام الجميع بأن يثبتوا إلى العراق بأن هل هم مع الشعب العراقي أم هم ضد العراق. ولكن إن عدنا إلى الطبقة الشباب، إن عدنا إلى الشخصيات الوجوه الجديدة، لا نراهم بأنه لديهم الحماس، لديهم الحرقة، لديهم على أبناء جلدتهم، لديهم يحاولون بشتى الوسائل أن يكونوا عبارة عن مثابرين بأن يكون العراق يتقدم مع البلدان. لا نقول بأنه أن يكون بالمرتبة الأولى من البلدان، لا، ولكن يعني يتقدم. وكل هذه المعايير وكل هذه المسائل هي ترتكز على مسألة واحدة. اليوم إذا نمتلك الوطنية ونمتلك بأنه اليوم المبادئ، لأن سيد العزيز اليوم المبادئ والوطنية إذا لم نمتلكها صدقني بأن سوف نراوح في مكاننا أو نعود إلى المربع الأول. فعلى الطبقة السياسية وأخص بالذكر من اليوم حالفهم الحظ أن يعودوا إلى البرلمان من جديد من الوجوه السابقة، عليهم أن يكون لديهم يمتلكوا المهنية، عفوا، أن يمتلكوا الوطنية وأن يكون لديهم المبادئ، لأن كلاهما الوطنية والمبادئ في الحكومات السابقة كانت مفقودة. علينا اليوم بأنه أن نثبت بأن لدينا هذه النقطتين من السابقين، أنا أقصد، وعلى البرلمانيين الجدد أو الطبقة السياسية الجديدة أن تأخذ وتتعلم دروس من أخطاء السابقين، لكون إذا لم تتعلم من أخطاء السابقين سوف نبقى في مكاننا. طيب، كيف للعجلة أن تسير اليوم والكثير من الكتل السياسية اليوم تدعي بأنها ضد مبدأ المحاصصة، وفي نفس الوقت هي متمسكة في مناصبها وتقول هذه من حصتنا؟ يعني كيف لنا أن نسير ونحن لازلنا مزدوجي الموقف في الكثير من المواقف، ويكفيك تصريحات السياسيين المتناقضة وعدم مقدرتنا على حسم الكتلة الأكبر حتى الآن؟ أحسن، أنا قلتها وأعيد وأكرر بأن اليوم علينا بأن نترك الأنا، نترك بأن يجب أن أكون أنا في هذا المنصب أو ذلك المنصب، علينا أن نأتي بالشخصيات المهنية. قلت وأعيد وأكرر، طيب، اليوم نحن بحاجة إلى إثبات حسن النوايا. اليوم نفتقر من الطبقة السياسية بأنها لم تثبت حسن النوايا مع الشعب العراقي. من يقول اليوم أنا وطني وأنا أتعامل بالوطنية والمهنية والنزاهة، من الجميع بدون استثناء، إن كان من السنة والشيعة والكرد والأقليات وإلى آخره، عليهم بأنه لا يتحدثوا بالمناصب. اليوم هل عندما هذا الطرف يقول بأن رئاسة الوزراء لي، هل رئاسة الوزراء نص عليها القانون والدستور؟ اليوم إذا يقول أحدهم بأن نحن الكتلة الأكبر، نعم، أنا أقول له بأن اليوم إذا تتحدث بهذه المسألة، اليوم كذلك الدستور بإمكاننا أن نجعل تعديلات في الدستور. الدستور ليس كتاب منزل من السماء، ولا رئاسة الوزراء عندما تريد أن تأخذ على عاتقك بأن تتسلمها بأنها منزلة من السماء أن تكون رئاسة الوزراء إلى الحزب سين أو إلى الكتلة صاد. فإذا لم نتجاوز هذه المراحل أو هذه العقبات صدقني سوف نبقى نعاني، وسوف تبقى العملية السياسية إلى مصير مجهول. وهذا ما ذكرته الآن يؤكد في بداية البرنامج عندما قلت بأن اليوم العراق مقبل إلى مفترق طرق، أما إلى مصير مجهول، أما بأنه مقبل إلى نقطة انطلاقة جديدة بأن يكون العراق على رأس الهرم. طيب سيد باسل، أنت هذا لديك هذا أين يتعلق؟ يتعلق بالطبقة السياسية. ممتاز، هذا متعلق بالطبقة السياسية. طيب سيد باسل، يعني أنت لديك قراءة جيدة للموقف العراقي وللوضع العراقي. السؤال اليوم الذي يطرح، من سيكون رئيس الوزراء القادم؟ هنالك من رأى بأن السيد علي دواي سيعود اسمه من جديد، كونه يعني هذا الاسم كان موجودا منذ البداية، منذ طرح رئاسة الوزراء والمرشحين. هل تعتقد فعلا بأن هذا الاسم ممكن أن يكون مرشح قوي بأن يكون رئيسا الوزراء القادم، أم أنت في رأيك هنالك ممكن مرشحين أبرز من السيد علي دواي؟ لا، أنا من رأيي الشخصي بأن المفاجآت، لأن نحن في بلد يتميز بالمفاجآت، ويتميز بأنه اليوم بأنه الصدفة تلعب دور. ف
فكما رأينا في السابق عندما أتى السيد العبادي، من كان يتوقع بأن السيد العبادي يكون رئيسا للوزراء؟ والجميع كان يطرح الكثير من الأسماء. وكذلك كما رأينا، مع احترامي وإجلالي إلى الأستاذ محمد، قبل فترة من الزمن لم يكن أستاذ محمد الحلبوسي هو مرشح إلى رئاسة البرلمان كذلك، ورأينا الكثير من المناصب في العراق، لم نكن نتوقع بأن هذه الشخصية أو تلك الشخصية سوف تأخذ على عاتقها هذه الحقيبة أو تلك الحقيبة. فاليوم من يقول بأن اليوم هذا الاسم أو ذلك الاسم بأن هو الذي سوف يكون على عاتقه تشكيل الحكومة أو رئاسة الوزراء، صدقني هذا غير صحيح. لحد هذه اللحظة هذا غير صحيح. نحن في بلد المفاجآت وفي بلد التقلبات، ونحن في بلد بأنه المستجدات. بإمكان يطرح اليوم الأستاذ علي دواي، وأنا أجله بالاحترام، وشخصية بأنه يعني يمتلك الكثير من المعايير الوطنية، ولكن محتمل بتصريح واحد في الفضائيات من هنا أو هناك محتمل تنقلب الموازين. فاليوم ليس بأن هنالك أي مواثيق بأن من يأخذ على عاتقه رئاسة الوزراء. وصدقني وأنا أقولها ومن خلال فضائيتكم الكريمة، من سوف يكون رئيس الوزراء في المرحلة القادمة سوف يكون بعيدا 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 عن كل التهكنات أو كل الاحتمالات أو كل التوقعات التي يتوقعونها ذو الاختصاص والخبراء والقريبين من الجانب السياسي والمحللين والباحثين. صدقني سوف يكون بعيدا عن كل هذه الأسماء، سوف يكون شخصية يفاجئ الجميع. ممتاز. لأن اليوم سيد العزيز، إذا نريد أن نتحدث، أنا أحب أن أطرح مسألة. إذا نريد أن نتحدث بأن كما ذكرتها قبل قليل جنابكم، التدخلات الخارجية من أهم العوامل ومن أهم العناصر حول مسألة من يكون رئيس الوزراء. وأنا أقولها بأن رئيس الوزراء القادم، وهذه كلمة محسوبة عني كذلك، سوف يكون ضمن بأنه تتفق جانبين أو هنالك دولتين بأن هذه الشخصية متفقة إلى هذه الطرفين ولديهم أرضاء بأن هذه الطرفين راضين على هذه الشخصية، الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. فسوف يكون من هو ذو الحظ الذي سوف يكون في الوسط بأنه عين على الجانب الأمريكي والعين الأخرى على الجانب الإيراني. إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي السيد باسل الكاظمي، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لكم.